البلاد. هالمبادرة أنا طلبتها من الوزراء السابقين للخارجية على أساس كل سنة لازم يكون في لقاء مع لقاء في لبنان على 4 دفعات بيسوى. حقيقة وزير الخارجية الوزير باسيل لبى الطلب بسرعة وهذا شيء مهم. وبالنسبة للتكاليف، إذا حكينا بالتكاليف معلا، في شيء بينتج وفي شيء ما بينتج. يجي سفير لهون ياخذ تعليمات من دولته وياخذ معه ملفات يروح يحكي فيها ويطالب فيها، بتطلع اكيد اكثر بكثير من حق السفره، لانه نحن بنعرف لبنان دائما عم يجي مساعدات ودعم من الدول بعده اشكال. لذلك هذا التكليف، هذا اقل تكليف ممكن يكون على الدوله اللبنانيه. التواصل مع الاداره مهم دائما لتمكين السفير من ممارسة عمله بالخارج، بالإضافة إلى الوسائل الحديثة اللي صارت متوفرة اليوم، الوسائل التكنولوجية من تقنيات الاتصال والمعلومات، شغلة صارت سهلة التناول، بتمكن السفير من متابعة سياسة الدولة، واللي تحديدا بيقدر يتابعها من خلال القرارات الحكومة ومن خلال مواقف رئيس الجمهورية اللي بتظهر بشكل دائم بالأمم المتحدة كل سنة بأمام السلك الدبلوماسي الأجنبي لما بيجتمع بالرئيس أيضا كل سنة، خلال القمم والمؤتمرات والجامعة العربية والفرنكوفونية ودول عدم الانحياز، حيث دائما في مواقف لرئيس الجمهورية وفي خطابات رئيسية بيعملها رئيس الجمهورية بعيد الجيش، بعيد الاستقلال، وفي زيارات للدول بيلتقي فيها المغتربين وبيلتقي فيها رؤساء الدول، أيضا بيكون عنده خطابات أو بالحد الأدنى بيكون في مداخلة. موقع الرئاسي السايت تبعنا عم بيحط كل هالنشاطات، واحيانا بالصوت والصوره والكلمه، وعم يترجم للفرنسي والانجليزي، يمكن لازم يتطور يصير يترجم ايضا بلغات يعني اخرى مثل اللغه الاسبانيه وغيره. السياسي اليوم يقودها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات، اصبح اتصال رؤساء الدول ببعضهم ولقاءاتهم ببعضهم اكثر بكثير من الاول، ولكن يبقى على الدبلوماسيين مهمة كبيرة هي متابعة نتائج هذه اللقاءات، وهذه شغلة مهمة. وقد تعددت المهام للدبلوماسيين بشكل صاروا مضطرين يكون عندهم وقت مثل ما عم بقول وزير الخارجية، بدهم يشتغلوا كل الوقت ليقدروا يلبوا حاجات المواطنين. شغلة مهمة انه وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عم بتزاحم صارت السفير بنقل الخبر، يعني ربما السفير بيكون قاعد بمكتبه بيوصل الخبر لاي مواطن مغترب او اي مواطن من الدولة اللي هو فيها قبل ما السفير يكون انتبه وفتح ليطلع على هذه الاخبار. والحقيقة الدبلوماسية ايضا فقدت دورها وسحرها، صفى التواصل الاجتماعي اسرع من كل شيء، لكن يبقى على السفير مهمة مش نقل الحدث، ومهمة تسويق بلاده لتجنيبها وتجنيب الأزمات والحروب. يبقى عليه فتح الأسواق والأفاق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أمام بلاده. يبقى عليه توقع الحدث وليس فقط نقله، يعني يقدر يحتاط للأحداث بتوجيهات السياسة الدولة اللي موجودة. والسفير هو مثل ما بتعرفوا كلكم أكثر مني، هو وجه بلاده بكل نواحي، أو يجب أن يكون القدوة، يجب أن يقدم على مساعدة المواطنين اللبنانيين الموجودين بالاغتراب، يجب أن يشارك في مناسباتهم وأن يشارك أيضا في مناسبات الدولة اللي هو موجود فيها ليقدر يأمن شبكة علاقات جيدة، يكون عنده جهوزية دائمة ومستمرة لتنفيذ سياسة الدولة اللبنانية وسياسة رئيس الدولة والحكومة، وليس سياسة الطائفة أو الحزب أو المذهب، هذا بشكل عام. أما اليوم شو مطلوب منا بالخارج وشو هي الأولويات؟ أول شيء في الاستحقاق الرئاسي،
اللي نحن هلأ بصدده وبيلحقوا استحقاق انتخابات النيابية. طبعا ما بدنا نأكد المؤكد، يجب أن تحصل هذه الاستحقاقات في مواعيدها، يجب تجنب الفراغ. هلأ تدخل الدول طبعا غير هو مرفوض، وخاصة بالاختيار، ولكن اليوم الدول صبحت تتعاطى بهذه الشؤون بكل دول العالم. أي دولة بيكون فيها خلل ديمقراطي بتشوف الدول عم تسعى دائما لإرساء الديمقراطية. لذلك أنا بقول صناعة لبنانية، لا أكيد صناعة لبنانية، يعني أي واحد عم بيطلع رئيس جمهورية أو بده يطلع حيكون من الناس اللي هي طامحة لهالرئاسة واللي إلها بعض المؤيدين، أكيد مش عم يجي اسم من برا منه متصرف عم بعينوه من برا ويجيبوه ويحطوه بلبنان. الدول مرات يمكن عم تساعد بتشجيع اللبنانيين على تنفيذ الاستحقاق بموعده، يومة اللي بيلاقوا انه اللبنانيين ما عم بيتفقوا على الانتخاب او عم بيعطلوا الانتصاب، اللي هو عمل غير ديمقراطي. صرتوا تعرفوا رأيي بهذا الموضوع، هذا عمل تعطيلي، هو نقيض الديمقراطية. لذلك ما مطلوب أبدا تدخل الدول بهالموضوع، ولكن رح نسمع أكيد تشجيع الأطراف على تنفيذ ممارسة الواجب الديمقراطي. الأمر الثاني اللي نحن بصدده هلأ هو متابعة خلاصات المجموعة الدولية الـ ISG، يعني اللي انعقدت بنيويورك بـ 25 أيلول واللي بالدول الخمسة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وبعض المنظمات الدولية، واللي حطت خلاصات تتعلق بدعم لبنان. هذه الخلاصات تبنيها مجلس الأمن لاحقا، وهذه الخلاصات أيضا تم التأكيد عليها باجتماع باريس بخمسة تموز أيضا من قبل دول نفسها وحضور رئيس فرنسا، رئيس الفرنسي وبعض الدول الأوروبية الأخرى. شو هي الخلاصات بإيجاز؟ هي تحاول تدعيم الاستقرار في لبنان، هذا عنوان الرئيسي، الاستقرار السياسي ومساندة المؤسسات الدولة وتطبيق 1701 وتحييد لبنان وفقا لما ورد في إعلام بعبدة تحديدا. نحن شو علينا بهالموضوع؟ علينا نقر قانون الانتخاب، ننتخب رئيس، نقر القانون اللامركزية، نعمل لاحقا على سد الثغرات الدستورية إذا كان نحن في ملف جاهز بهذا الموضوع، ولكن الأولويات جعلت هذا الأمر يتأخر لأنه في كتير أمور كان بدها معالجة قبل ما نوصل لسد هذه الثغرات. متابعة الحوار، وقبل متابعة الحوار تنفيذ مقررات الحوار، واللي هي إذا بنختصرها يعني مقررات الحوار هي ترسيم الحدود، هي نزع سلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هي المحكمة الدولية، هي إعلام بعبدة، وهي أيضا يتطلب منها إقرار استراتيجية دفاعية تحمي لبنان. الأمر الثاني الاستقرار الاقتصادي، هذا من خلاصات المجموعة الدولية. لبنان تكبد خسائر من جراء الحرب السورية، ومؤسساته لترجع تعاود عملها مثل ما كانت قبل بيلزمها 7.5 مليار دولار حسب تقرير البنك الدولي، وهذا الأمر يستمر ولو بعد انتهاء الأزمة السورية، منه مرتبط بالأزمة، يعني الضرر وقع ويجب مساعدة لبنان. هذه كانت خلاصة الخلاصة الاقتصادية للISG، وأشارت بفتح صندوق ائتماني بالبنك الدولي. نحن شو علينا؟ علينا نتابع هذا الأمر، ومثل ما حكينا مع وزير الخارجية بدنا ننظم مجموعات ضغط مع الدول، وهذه أنتوا كسفراء بكم تقوموا فيها، للمساهمة بالاكتتاب في الصندوق الائتماني. أكيد في تعليمات تفصيلية بدها تطلع، في جداول بالمشاريع اللي على أساس البنك الدولي حدد هالخسائر، الدول الصديقة ممكن أنه تساهم. ما بيجوز أنه الأمر ينترك بمعنى شو بدهم يعطونا وما رح يعطونا شيء،
إذا كان هيك بدنا نتصرف معناته ما بنعمل شيء. وإذا بدنا نلاحق ونلحق شغلتنا في عنا قرار بيتلاحق بعد انتهاء الولاية، مش مطلوب هلا، هلا يمكن في فترة انتخابية. هذا الأمر للدولة اللبنانية وعلى الحكومات المتعاقبة إنه تلاحق كل بنوده لحتى تستفيد منه. نحن كمان علينا بالداخل مشان نواكب هالاستحقاق الاقتصادي هو نقرر القوانين اللي بتعزز الاقتصاد، ومنها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، نستكمل تعيينات الإدارات، مجالس الإدارية، الهيئات الناظمة، نعزز دور المحاسبة والمراقبة من أجل الشفافية، لأنه هذه الدول لما بتحط مال عبر البنك الدولي أو غير بتتابع هالموضوع. الأمر الثالث الاستقرار الأمني في لبنان، وهو تمحور حول دعم الجيش والمؤسسات الأمنية لتمكينها من القيام بدورها. اجت بهالصدد الدعم السعودي ب 3 مليار دولار للجيش، طبعا مش عبر هذه الخلاصات او هذه المجموعه، اجى باتفاق ثنائي بين المملكه ورئيس الجمهوريه، ولكن يصب في هذا الموضوع، وهو توطئه كثير مهمه وكبيره. يعني اذا استكملناها وفقا لقرار المجموعه الدوليه بنقدر نمكن الجيش من الحيازة على السلاح الذي يكفي للدفاع عن لبنان، ليكون وحده هو المسؤول عن السلاح بلبنان. وفقا للقرار 1701 اللي نص انه نزع السلاح من المجموعات المسلحة، وهذا الامر يجب ان يتم. ويبدأ الخطوة الاولى بالالف ميل هو الاستراتيجية الدفاعية اللي بتنظم كيفية استعمال سلاح المقاومة، وأيضا هذا قصد منه أيضا وتحصين المقاومة وجعلها تكون في مصلحة لبنان وبإرادة بقرار سياسي من الدولة. هذه الاستراتيجية تؤدي أيضا إلى تحسين ظروف مكافحة الإرهاب والتجسس وضبط الحدود وجرائم المخدرات وجرائم تبييض الأموال. القدرة العسكرية بتساعد السيادة، بتحقق سيادة الدولة على كل أراضيها. النقطة الأخيرة بالمجموعة الدولية هي المساعدة الدولية لمواجهة أعباء النزوح السوري إلى لبنان، وهذا موضوع كتير مهم، وعليكم أنكم توعوا المجتمع الدولي على هذه المسؤولية. نحن احترمنا شرعة حقوق الإنسان، ولكن شرعة حقوق الإنسان لازم تحفظ حقوق اللبناني كمان. يعني عندما يصبح عدد اللاجئين ثلث العدد اللبنانيين، يعني ما عاد في مطرح للبنانيين، وبعني لمطرح للتنقل، لمطرح للسكن، لمطرح للعمل، لمطرح للمدرسة، إذا هذا أمر غير مقبول. نحن مدعوين لاتخاذ قرارات شديدة بضبط هذا النزوح، ومن باب إنساني، ومن باب إنساني يتوجب علينا الحفاظ على اللبناني أولا، وهذا مطلوب من الحكومة أن تأخذ إجراءات، وهذه الحكومة هي مثالية لتأخذ إجراءات من هذا النوع. إذن المساعدة لبنان لمواجهة الأعباء النزوح ترجم بمؤتمرين بالكويت للدول المانحة، ومؤتمر بجنيف لتنظيم عملية توزيع اللاجئين، وهذا طلع أمر خجول جدا ونحن معنا خبر. والأمر الثاني هو تشجيع الدول على دفع الأموال، والأمر الثالث هو إعادة النازحين إلى مكان أمكن آمن داخل سوريا، وكمان هذا الأمر بعده ما عم بيحصل بالشكل المناسب. شو مطلوب منكم؟ هذا كله أدنى بكثير من الحاجات اللي عاوزها لبنان. مطلوب من السفراء أنه يحكوا بدعم مباشر أيضا لوزارات الدولة لتتمكن. يعني كيف وزارة الصحة بتطبب؟ يعني إذا كل المساعدات بتجي للاجئين، كيف وزارة الصحة عم تاخد ناس على عاتقها؟ كيف وزارة التربية عم تعلم طلاب وإلى آخره؟ كيف الأمن؟ كله عم بيتكبد من جراء تضخم عدد السكان المقيمين في لبنان بشكل يفوق ثلث العديد الأساسي.
تشجيع الدول على تسديد التزاماتها اللي قالت عنها بالكويت بعد ما تسددت الالتزامات، تشجيع الدول على تقاسم الأعداد بالمبدأ، يعني يمكن بالتنفيذ ما حتصير الأرقام بالملايين، ولكن لأنه بالمبدأ يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذه الأزمة الكبيرة اللي فريدة من نوعها منذ الحرب الثانية بعدد النازحين اللي عم يحصل من سوريا، وإيواء في سوريا بمباني حكومية بأماكن آمنة، وخاصة إذا كانت قريبة من الحدود ممكن تموينها عبر الأراضي اللبنانية. على المجتمع الدولي أن منظماتهم أن تسعى لهذا الأمر. يمكن لبنان ما بيقدر، على أساس أنه إذا رضي هذا الفريق يمكن هداك الفريق ما بيكون راضي، ونحن هون عندنا أحراج بهذا الموضوع. وبالنتيجة البحث تشجيع الحل السياسي السريع للأزمة السورية. هذا بما يتعلق بالخلاصات الدولية. الأمر الثالث اللي مطلوب متابعته وعنده أولوية هو متابعة عملية السلام بين إسرائيل وفلسطين. نحن حرصنا على المشاركة باجتماعات لجنة المتابعة العربية للمبادرة العربية للسلام اللي تشكلت، وطلبنا أن يكون دائماً عنا اشتراك، وبعتقد بلشنا نشترك بهذا الموضوع. نحن بمؤتمر الدوحة اللي انعقد على أثر أحداث غزة، لبنان الوحيد اللي تمسك بالمبادرة العربية، مقابل 12 دولة طلبوا أخذوا قرار بتعليق المبادرة. وحينها كان الموضوع هو اجتماع الدوحة كان اجتماع قمة عربية، ولكن أنا كانت مجزوقة، أنا ما لبيت الدعوة إلا إذا تغير الاسم، وعاد تغير الاسم بشكل يتناسب مع موضوع الاجتماع، وقال لك إن ساهمنا بقسمة الدول الجامعة العربية. لما غيروا الاسم رحت وأنا اعترضت على التعليق، وأنا قلت أن التعليق يتم على شيء ما، على ماذا نعلق هذه المبادرة، شو في غيرها. وطبعا أصروا علي لوافق، ما وافقت، وحطيت تحفظ خطي، اعتراض خطي على التعليق، وبعد شهر بالتمام أعادوا الاعتراف بالمبادرة العربية بالقمة اللي انعقدت قمة الجامعة العربية. لذلك هذا الموضوع نحن كتير مهم لنا، وخاصة لأنه بيحكي عن موضوع التوطين ورفض التوطين لدى الدول اللي أوانينا أو دساتيرا تمنع هذا التوطين. بدنا نحن نوزع أن نعزز الوعي الدولي لهذه الخطورة من التوطين، أكيد الفلسطينيين وبعدين السوريين بعدين. يعني مش حل لإسرائيل أنه يكون في أوضاع لجوء غير محسومة مثل فرضا لبنان أو غير لبنان، لأنه حيصير عندها من كل الأماكن من كل الاتجاهات يكون عندها غزة جديدة. ما حدا بيكفل أمن إسرائيل وطبعا أمن لبنان إذا ظل في حالات لجوء غير مستقرة. نحن نرفض التوطين وفقا للدستور، ونحن نؤيد المبادرة العربية للسلام يعني خصيصا من أجل هذه العملية. رسالة وزير الخارجية اللي بعتها بتعبر عن سياسة الدولة بشكل جيد، وتحكي عن حق العودة وعلى قصة التوطين بشكل عام. شو مطلوب منا نحن بهذا الموضوع؟ أول شيء طبعا نحن بهمنا الدول العربية والإقليمية تنهي خلافاتها، لأنه هاي الخلافات تتفسر وتترجم تنعكس على الدول للدول الصغيرة اللي ما عندها قدرات كبيرة بتنعكس عليها اضطرابات. اثنين، تشجيع الأطراف بالداخل وبالخارج لتحييد لبنان. طبعا أنا مش عبقول هني يتدخلوا معنا، بس في واجب دولة لتحييد لبنان، وهالواجب على سوريا أولا، إنه ما تقبل حدا يتدخل عندها من لبنان. إذا بدنا نرجع للطائف، هيك بيقول الطائف، هي ما لازم تقبل طرف يتدخل لصالح طرف. على إيران أيضا ما تقبل،
على دول الخليج انه ما تقبل، على دول الأوروبية انه ما تقبل. ما حدا يشجع حدا يستعمل لبنان ممر للتدخل بسوريا، او يشجع لبنانيين للتدخل بسوريا عن طريق المال او غير المال او السياسي. هذا الامر مطلوب من كل العالم انه يسعوا لتحييد لبنان اذا فعلا بهمهم يحافظوا على لبنان. ثلاثة، السعي لتغليب منطق الاعتدال ضد منطق التطرف، وهذا اللي عم نشهد قسم منه بالتحركات اللي عم بتصير بالدول العربية. تشجيع الديمقراطية ضد الآراء أو التيارات التي ترفض الرأي الآخر، ونحن دائما قلنا أنه يجب على الأنظمة الجديدة أن تشرك الأقليات الموجودة في هذه المنطقة بإدارة الشأن السياسي بصرف النظر عن عدد المقترعين أو قد عندهم الناس، ولكن بالنظر إلى القدرات الحضارية لهذه الأقليات، وهذا يتماشى مع العولمة والعصر الجديد. وأيضا كيف الدول فيها تعمل هالشيء، هي بتقدر تشجع هالأمر مع الحكومات وبتبني علاقاتها، بقدر ما هذه الحكومات تستطيع أن تشرك جميع الأطياف بإدارة الشأن السياسي، لأنه على المدى البعيد هذه الأقليات ستهاجر وسيأتي بديل عنها أقليات أخرى من دول متعددة. لذلك بعتقد اللي ساهم بحضارة البلد هو مفيد للبلد أكثر من اللي بيجي من الخارج وبيرجع يقيم ويصبح هو مكان الأقليات التي هاجرت. إيجاد حل عادل وشامل لأوجه الصراع العربي الإسرائيلي دون التفرد بالاتفاقات، ونحن كل اتفاق متفرد ولا ينص على الشمولية نحن غير ملزمين فيه وسنرفضه، وهذا بدنا نتابعه بشكل حساس مع الدول والمصادر اللي فيكم تتابعوا فيها لنشوف شو عم بيصير بالضبط. وخاصة برجع بركز بقول عنا موضوع اللاجئين هو موضوع أساسي في قضيتنا اللبنانية. الأمر الرابع العلاقة بالأولويات هو العلاقات الدبلوماسية. نحن عملنا علاقات مع سوريا دبلوماسية، طبعا كان في شغل كتير منيح بالنسبة لأول انطلاقة للعلاقات، ولكن يجب تعزيز هذه العلاقات، يجب النظر إلى الاتفاقات المعقودة مع سوريا، وهذا كان أمر عم ينشغل. لا، نحن الطائف بنص على علاقات مميزة مع سوريا ونحن متمسكين بهذه العلاقات، ويقول تجسد ويقول تجسد هذه العلاقات باتفاقات بين البلدين. لكن طبعا بدي أقول شغلة، العلاقات المميزة مع كل السوريين مش مع جزء، هذه العلاقات المميزة. أمر الثاني، الاتفاقات اللي انعقدت قبل التبادل الدبلوماسي يجب إعادة النظر فيها، لأنه صار في تبادل دبلوماسي، صار في تعارض بين دور السفير ودور أمين عام المجلس الأعلى، هذا الأمر يجب النظر فيه بالإضافة إلى أمور أخرى كنا عم نحكي فيها وتعلقت لفترة ورجع صار في اضطرابات. بالنسبة للدول، تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول بشكل شبكة أمان، شبكة أمان للبنان سياسية وأمنية واقتصادية، وأكبر مثل هو المجموعة الدولية الISG. التواصل مع الانتشار بجميع القارات، والمهم بدي ركز على أمريكا اللاتينية وعلى أفريقيا. أفريقيا قارة مهمة للبنان، أنا لما رحت شفت قديش مهمة، وهذه الدول الأفريقية عندها رغبة وعندها تطلع لإقامة علاقات وثيقة مع لبنان. المهم نحن ما نخلي الإسرائيلي يشحطنا من أفريقيا. أنا شفت أنه بأفريقيا السفارات اللبنانية والبعثات اللبنانية هي مرجعية لكل الدول العربية، لاحظت أنه المرجعيتهم هي السفارة اللبنانية أو البعثة اللبنانية، لأنه نحن عندنا حضور كبير وعندنا قدرة كبيرة بكل المجالات، ولمست لمس اليد. أنا زرت بعض الدول، بتأمل الرئيس المقبل يبلش أول زيارة بالدول الأفريقية الأخرى
اللي ما قدرت أنا زرتها، وهذا أمر وزير خارجية أو هو أو غيره بيبقى يقترحه على رئيس الجمهورية الجديد، لأنه هذه قارة يجب أن نحافظ عليها وأن نتضامن مع بعضنا لتثبيت وجودنا وعدم السماح لأي دولة أنه تزحطنا من أفريقيا. الاشتراك بالمؤتمرات الدولية أمر مهم جدا، حضورنا دائما، أعلاء صوتنا بالمؤتمرات الدولية من أي نوع كانت هو أمر مهم، واشتراكنا بمجلس الأمن لمدة سنتين أعطى انطباع كثير منيح عن لبنان، ورغم قد ما في كان ناس عم بيقولولنا لا ومننصحكم لا، أنا ما قبلت، سنشترك. على الصعيد الداخلي نصحوني بلا، وعلى الصعيد الخارجي بعض الدول نصحوني إن شو بدكم هالشغلة، قلنا لا نحن لا نتهرب من المسؤولية، منفوت ومنقول مناخد القرار والموقف اللي بدنا إياه، وقد نجحت بعثتنا بإظهار فعلا حضور لبنان ودوره داخل مجلس الأمن. طبعا هذا منبر مهم بيتيح لنا المشاركة بصنع الحلول. هلا هون أنا بدي أقول شغلة، سياسة لبنان مش النقي بالنفس، ما حدا يغلط بهالتعبير، هذا صار في خطأ شائع، سياستنا النقي بالنفس، لا، النقي بالنفس هو موقف من قرار معين، سياستنا هي تحييد لبنان عن الصراعات، والنقي هو موقف من قرار معين. يعني في اجتماع للدول الصديقة لسوريا، نحن ننقى بنفسنا عن هذا الاجتماع. في اجتماع للدول الثانية المعارضة لسوريا، نحن ننقى بنفسنا عن حضور هذا الاجتماع. في قرار بمجلس الأمن أو بالجامعة العربية معين، ننقى عن هذا القرار. ولكن سياستنا ليست النقى بالنفس، يعني مش كتير حلوة الكلمة إنه نقول سياسة لبنان هي نقى بالنفس، سياسة لبنان هي التحييد عن صراعات. أرجوكم ما تستعملوا كلمة سياستنا النقى بالنفس. أخيراً الاغتراب، يعني ثروة لبنان فعلاً الأساسية هي الاغتراب، وبينت بالاقتصاد وبينت بالسياسي وبينت بكل مطارح. أنا لمست لمن رحت كمان بزياراتي أنه مطرح ما تروح تحت كل شجرة بعض الدول بتشم ريحة لبناني، بتشوف في أثر لبناني بكل مطعم، بكل مدرسة، بكل مؤسسة دينية، بكل معمل مصنع كبير، يعني شيء حقيقة مهم. ومطارح إذا ما لقيت شخص لبناني بيبقى مثلا أمه لبنانية أو ابن شو بعرفني جده لبناني أو خيه أخذ وحدة لبنانية أو أخته مجوزة واحد لبناني، يعني دائما في ارتباط لبناني. استعادة الجنسية أمر مهم جدا جدا جدا، هذه الثروة لازم نسترجعها، ثروة لنا لازم نسترجعها. حق الاقتراع أمر أكثر أهمية، ومثل ما قالوا وسمعتوا امبارح شو عم بيحكي واليوم سمعته، هذا كتير مهم، بدهم يشتركوا بحياتنا السياسية. أنا بدي أقول لكم شغلة، اليوم كلمة هجرة ما عادت موجودة، وعيب نقول هجرة، ما بقى في هجرة بوجود اللي بتشوف صورة الشخص بدك إياه كل تكي، بتشوف هو وعم بيكتب، هو وعم بيقوم من النوم، يعني ما عاد في هجرة. بس نحن هون بهمنا نربط اللبنانيين واللي من أصل لبناني بلبنان، نربطهم بالمناسبات الأساسية، بالسياسة مثلا، بالاختيار، بالانتخاب، نربطهم بالأعياد الوطنية، نربطهم بالأعياد الدينية بركة، نربطهم بالمناسبات الكبيرة، المهرجانات، الاحتفالات، أي أمر نربط هؤلاء اللبنانيين ببلدهم هو أمر جيد. كلمة هجرة نبتعد عنها، نحكي بشيء عملي ونقول هو ليس مهاجرين، لبنان قريب لحظة بيوصلوا، ويمكن بكرة بعد 10 سنين بتصير الطيارة توصل بنص الوقت اللي بتوصل فيه هلا. لذلك بدنا نشتغل على ربط هؤلاء ببلدهم، بدنا نشتغل على الجمعيات تتعاطى بالاغتراب. يعني أنا حكيت أنا والوزير وأنا سعيت مع الوزارة، انا قلت لهم لهو مجالس الاغترابيه، انا بتجوا لعندي اهلا وسهلا، انتم مغتربين بالنسبه لي، بس انتم بتجوا هذه الجامعه الثقافيه، لا هذه، لا هاي، لا هاي، صار في 4، ما بتجوا بهذا العنوان، بتجوا بعنوان مغتربين لبنانيين بستقبلكم ساعه الكان. ما عجبهم طبعا هذا الموضوع،
لذلك هن مشرزمين. نحن لازم نعمل لهم صار برنايطة عبر مجلس وطني. وضعنا أشواط كبيرة بدراسة هذا الموضوع، بتأمل من الوزير يتبعها كمان بسرعة وبإصرار لحتى تطلع نوحد لتوحيد جهود اللبنانيين. وهذا المجلس الوطني مبدئيا سيكون مرتبط برئيس الجمهورية وله أمانة عامة وله جمعية عمومية، يعني أمر مدروس بشكل كويس بيسوى أنه نمشي فيه. نقنعهم دائما ونشعرهم أو شيء نتعاطى معهم بالتجرد، ما ننقي الأغنياء أو أصحاب النفوذ وندير وجهنا عن هوليك. ثانيا نشعرهم بأهمية دورهم بالنسبة للبنان، نجاحهم بالبلد اللي هن فيه هو نجاح للبنان، لبنان بحاجة لهم، بحاجة لخبراتهم، بدون ما يشعروا أنه بدنا نقشطهم فقط مال، إن كان لنشاطاتنا بقلب البعثات الدبلوماسية أو للبنان، هاتوا لنعطي لبنان. لا، نشجعه على استثمار، منقل له حجوز مطرح أنت بلبنان استثمر فيه، أحلى ما يجي مستثمر غريب بكرة من بلدك اللي أنت موجود فيها يروح هو يستثمر، أنت اللبناني صاحب حق. أكيد هذا بلزم علينا شفافية بتطبيق القوانين وبتعاطي بقضايا بتخص عملية الاستثمار. تشجيع اللغة العربية أمر مهم جدا، وكمان فكرة المدارس وتعزيزها أمر مهم. واليوم في هيدي التقنيات الجديدة بدكم تستعملوها، ما فيكم تضلوا ما تستعملوها، وبكم تستعملوها أنتوا مش فقط العامل اللي عندكم، لأنه هاي ما بحس فيها إلا لمن هو بفوت بيكبس كبسة وبيقرأ سؤال وبيقرأ بركي انتقاد ويقرأ الانتقادات والمسبات أكثر ما يقرأ الإشادات. بدكم أنتوا تفوتوا شخصياً على هذا العالم الجديد اللي بدونه لا يوجد بقى أمر ممكن أن نعترف فيه. لازم تفوتوا على هالموضوع وتعززوا التواصل مع المغتربين، وهذه شغلة كتير مهمة وبتحقق نتائج سريعة جدا ومفيدة جدا للبلد. تعاونوا مع الجمعيات اللي موجودة كلها بدون استثناء، حتى مع الجمعيات الدينية عندها دور كتير كبير. الإرساليات هونيكي بيبقوا شيخين أو أربع خمس خوارنة بيبقوا عاملين حالة كبيرة بالبلدان اللي هن فيها. تعاونوا معهم طبعا على أساس وطني مش على أساس طائفة، بس تعاونوا معهم لتقدروا تأمنوا مصلحة لبنان. تعاونوا مع البعثات العربية بشكل خاص وكونوا فعلا المرجعية بالدول لهذه البعثات مطرح ما أنتوا أقوى، وإجمالا اللبنانيين أقوياء بكافة دول الاغتراب. هذا وجباتكم، ما فينا نوجز، ما فينا نحكي لأنه في كتير بتعرفون أكتر مني، لكن حبيت أنا بهاللقاء أني لكم تابعوا جهدكم لتعزيز موقع لبنان، قدموا الاقتراحات بدافع وحيد هو حب الوطن والإخلاص للوطن. المسابرة هي شأن مهم، ما نبلش أول يوم وبعد جمعة نوقف. وزارة الخارجية كل أمرها كانت تلعب دور مفصلي بسيادة واستقلال لبنان وتعزيز دوره في العالم. هاي المسؤولية صحيح على الحكومة وعلى وزير الخارجية ورئيس الجمهورية بدرجة أولى سياسة الخارجية، لكن أنتوا ممثلين لرئيس الجمهورية في دول العالم. يعطيكم العافية، وإذا حدا عنده سؤال يتفضل يسألنا.